واش الدراري واش الدريات راسي ترجع لكم جديد راسي بوك جديد اليوم ويلي 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 سبيطارات مقيين كديرين ناشطين فاطرين تقهويتو تقهويتو كلشي مزيان نقولوا بلا حنا فين رانا دابا احنا دابا راه في طريقنا الى مدينه رباط عاصمه المغرب الاداري بيني وبينكم رباط اجمل مدينه في الاناقه أجمل مدينة في كل شيء بالناس ديالها بأي حاجة وقرأتها من كازا شكون حسن؟ كازا مدينة كبيرة ولكن كازا تلونات وتخلطات كازا عاصمة اقتصادية ورباط عاصمة إدارية حتى كازا زوينة ولكن الرباط زادت نقاط وزادت زيان ولات تيتيزا ولات بحالها بحال فاطمة الزهراء ما عقلتيش عليها دابا انت مدة ما مشيتيش للرباط ومشيتي ليها ما بقيتيش عاقل عليها كاع فريمون انا الرباط مشيت ليها مشيت ليها شحال ما مشيتش ليها ومشيت مؤخرا تقريبا بواحد حاليا مشيت ليها بواحد هيدزت فيها بنت نقية دابا غنمشي ليها ان شاء الله تما في ديك المدينة غنقلب على فاطمة الزهراء لان عارفه هي ساكنه في ديك القنت وساكنه في البحر في الرباط ماشي في مراكش في الرباط مرات شويه تعيش في مراكش في الصاد مستحمى دابا هي بحالك برمائيه ما كتقدش على الحراره شوف هي في الرباط في البحر وغندي لها بيتزا البحر هي ساكنه في البحر وغندي لها بيتزا بالبحر هي كتعزيز على البيتزا انت بنتي كتاكل بزاف بيتزا عطي غير بيتزا تاخذ ديالك ولكن دابا هي حلمت بها البارح قالت لي خاصني بيتزا واي حاجه كنحلمها اي واحد كيبغي شي وحده راه كيولي يحلم بها ملي كتحلم بها كتولي توحم ليك في النعاس واي حاجه كتوحم بها شي وحده راه عندها نقص في داك الشيء اي حاجه انت كتشهاها راه عندك فيها نقص يعني كتشهى شي حاجه مالحه راه خاصك صوديوم وملي كتشهى شوف هاد المعلومه تخليها لنا بلاتي المقدمه طولنا فيها بزاف شوف الجمهور ما كيملش انت اللي مليت هذا راه سبيطار تاكل غادي وكملوا البلوك تاعك دابا فرحنا دابا حنا دابا في واحد الكافيه فطرنا وتقهوينا ودابا من دابا غادي نبداو الانطلاقه ديالنا تجي من غما كيلونس ماشي بحال حتى كيلونس كيلونس ديال الحار قبل ما نترين وملي كنتريني ملي كناكل كتولي عندي فراك سيمانه كتولي عندي فراك حيت الحار اصلا هما كيخترعوا به الكريم ديال انه كيحافظ عليه فهمتي تقول لي ناري لو ما خفتيش من البواسر خرجوا لي البواسر وانت راه غتنوض غدير شحال ديال الحنش باش ما يخرجوش لك البواسر غتنوض شد الحار ديري غدير لي ويلي نقي صاب ولا ما درتهاش شحال بومبي شحال رقم ديالها 19 15 ولا ما درتيهاش 15 ولا ما درتيهاش البطل حكيم البوزي عيط ليا على 15 البومبيه وعلاش دير واحد البريكا طن تدخل لك العافيه من الزيت تنقي احسن فطور عند احسن بطل في المغرب بطل كبير 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 بزاف اليوم غنشاركو الفطور كيخليه انه يولي بطل فطور كبيره كبيره بقى في الموضوع سير كمل ترتيق حدا راسي طاق تير مشجع عندك دابا انا نص مليون ديال عباد الله يشوفوا ديك المطرقه عندك سير تحيد المطارق نحيدها سير نحيدها باقي كيطرق سير مقادير اخويا حكيم المقادير ديال الوجبه ديال الكيكه الوجبه قرصه وي المقادير عافاك الناس بغاو يعرفوا المقادير خويا راك عارف الوجبه حيت هي الوجبه الاولى اللي كتدخل لوكور ديالك خصك تكون صحي فيها البيض الشوفان كربوهيدرات شوفان البيض في جميع عناصر احمض امينيه واحمض دهنيه بروتين مع واحد البيضه مقشطره حتى هي كنخشيها كامل فيها كالسيوم كالسيوم نقي ولكن راجع هضروا لنا على القنبوله هذه هذه قنبوله مصدر السعاده هذه كضربها مصدر السعاده ماشي نعتيتيزا شي هذه هي حريه البحر الحقيقيه الدوبامين كيتفرز عندك ب 2000% يعني ملي كضربها الدروينه في العوينه كتولي نقي وبرشيد كملوا لي حنا كاين الالياف
اللي ما كيغلطش ولا ما بغاش يتزاد يضرب بحال هذا في اليوم غير واحد غتولي عنده ودنيه فيها رابع نقي ولكن ماشي يدوي الزول قبل لي بنادم هاد اليمان بدا كيتنفخ شويه بدا كيعمر ديك الحساسه راه عايق فيها اللي ولا يدان كيضربوا حتى الدراري كيضربوا الدراري شوف اي حاجه كتكبر كديرها كسن وجبة كتاخدها قبل الدرين سلت بواحد ساعة ونص كما قلنا بروتينات زائد كربوهيدرات زائد صوديوم زائد دهون ستعود جميع العناصر الفيتامينات والأملاح الأدينية والألياف الريع دابا حنا غاديين دابا حكيم يدينا المحطه هذا كان حكيم مرحبا مرحبا هذا شي محطه صغيره محطه الكيران هذه التران التران والكيران واش تمكرطه محطه ديال الكيران الكيران ديال التران جي جي مزال دابا غادي التران المهم جبت لها العطله جبت انت العطله لا 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 عندي دي سيبس شوف شوف الله اكبر الحق كنت فينا المزيكا بعد فيك رشيد المهم دابا حنا فين غاديين كازا فواياجو غادي رباط مدينة رباط مدينة زوينة ونقية رباط أكدان رباط أكدان حكيم تعال العطلة وأنت كتسوق حاضر حاضر ديما حاضرة صغارت ياك صغار نقية هذا ماشي أكدان هذا لا أنا كازابور كازابور حنا عاد غنمشيو أكدان وصلنا دابا خويا وقبيله كتقول لنا صاحبي محطه اكدان حنا كنا في فاش ديك البلاصه في كازا فواياجو كنا في كازا فواياجو انت كتقول لنا صاحبي اكدان انا دابا تخربقت نطو الدروج نهبطو طلب دروج المتحركين انا ما تبغيش نحرك رجليا كتبغي رجليك هما يحركوهم لك دابا التكنولوجيا ما تبقى تمشي ما بقات تاكل كلشي كيوكلوك راه سي خرج شحال هذا راه سي بالك اخويا شنو التكنولوجيا خسر خسر والو انا كنطيح لينا السي راشد غادي يربي دوزي حيت هاد التليفون هضر معاه بحال كتحلم دابا هابط هابط لتحت بحال كتحلم فاش كتحلم؟ فاش كتحلم؟ كنحلم انا كنفوندي